الثانية ابتدائي. السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية، سنقوم بحله معا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أجب بصحيح أو خطأ. اللعب والتسلية واجب من واجبات الطفل. خطأ. لماذا؟ أن اللعب والتسلية حق من حقوق الطفل وليس واجب. المحافظة على النبات تصرف سليم. أحسنتم، إجابة صحيحة، يجب المحافظة على النبات. أسرف وأبدر في استعمال الماء. خطأ. التبذير، لا يجب تبذير الماء، يجب المحافظة على الماء. المحافظة على أتات القسم واجب على كل متعلم. جيد، صحيح، يجب المحافظة على القسم. الحديقة العامة مكان للترفيه والتسلية. جيد، إجابة صحيحة. التمرين الثاني، أربط كل جملة بما يكملها. نحن أطفال. أحسنتم، لنا الحق في الراحة. الماء ضروري. جيد، للإنسان والحيوان والنبات. التلميذ النجيب. أحسنتم، ينظم أوقات راحته. نراجع، نحن أطفال لنا الحق في الراحة. الماء ضروري للإنسان والحيوان والنبات. التلميذ النجيب ينظم أوقات راحته. ننتقل إلى السؤال الثالث. لدينا كلمات أحافظ سليم حملات جماله. أشارك في، جيد، في حملات، في حملات التنظيف على نظافة. و، جيد، وأحافظ. حافظ على نظافة المحيط و، جيد، وجماله. لأن ذلك تصرف سليم. نعيد قراءة الفقرة. أشارك في حملات التنظيف وأحافظ على نظافة المحيط وجماله لأن ذلك تصرف سليم. نواصل. ألون البطاقة التي تدل على التصرف الصحيح. لدينا أشارك في تنظيف الحي. تصرف صحيح، يجب المشاركة في تنظيف الحي. نلون، إجابة صحيحة. ثانيا، أقتصد في استعمال الماء. أحسنتم، تصرف صحيح، لا يجب تبذير الماء لأن الماء ثروة. أقتصد في استعمال الماء، تصرف صحيح. أقوم بغرس شجيرات. جيد، تصرف صحيح. أقضي وقتي كله في اللعب. خطأ، يجب تنظيم أوقات فراغي. أرمي النفايات في سلة المهملات. طبعا إجابة صحيحة أو تصرف صحيح. وأخيرا، أترك الحنفية مفتوحة بعد الاستعمال. تصرف خاطئ، يجب غلق الحنفية بعد الاستعمال. الوضعية الإدماجية، المكان الذي تقضي فيه معظم أوقاتك هو القسم. أكتب لافتة توجيهية تحث زملائك على المحافظة على نظافة القسم. ماذا تقول لزملائك للمحافظة على القسم؟ مثلا، لا ترموا الأوساخ في القسم، أو لا تكتبوا على الجدران والطاولات. اكتب، لا تكتبوا على الجدران والطاولات.
هذه لافتة تحث الزملاء في القسم على المحافظة على نظافة القسم. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.